إلى الجامعة الأمريكية في الشارقة، والتي بدأت عامها الأكاديمي الجديد منهية كافة استعداداتها لبدء الدراسة في الكثير من البرامج الأكاديمية والعلمية في مختلف التخصصات، حيث تنطلق رؤية الجامعة من كونها أو من كون الطالب هو محور العملية التعليمية بكافة مراحلها ومكوناتها، شاملة الإرشاد الأكاديمي والبيئة الجذابة. وللمزيد من الطرح يسرنا الترحيب بضيف الاستديو الأستاذ علي الشحيمي، وهو المدير التنفيذي لإدارة الاستقطاب والقبول في الجامعة الأمريكية في الشارقة. مساء الخير أستاذ علي، وحياك الله معنا، بارك لكم بدء العام الدراسي في الجامعة الأمريكية في الشارقة. مساء الخير أستاذ محمد، وشكرا دائما. الله يبارك فيك يسلمك. يعني لا شك في كل فصل دراسي هناك جديد، سواء على مستوى البرامج، على مستوى المنشآت، على مستوى البنية التحتية، على مستوى التصنيف العالمي. نحن تعودنا يعني في كل فصل دراسي من خلال استضافتكم أن نطلع السادة المشاهدين على كل جديد فيما يخص الجامعة الأمريكية في الشارقة، خصوصا بأن أسس التعليم يعني تتطابق مع كذلك ما هو مطبق في الولايات المتحدة الأمريكية. ما هو الجديد في هذا العام الدراسي؟ شكرا مرة أخرى أستاذ. طبعا الجامعة الأمريكية في الشارقة دائما باستمرار من فصل إلى فصل دراسي يتم هناك طبعا التحضير لبرامج جديدة، أيضا لبرامج مساعدة الطلبة من خلال التحاقهم بالجامعة كفصل دراسي أول. إحنا السنة هذه طبعا ابتدينا في مشروع بحيث أن نعطي الطالب الجديد، هذا كمثال على بعض الأشياء اللي قمنا فيها، أن يقوم بالتسجيل مبكرا في الجامعة قبل بدء الإرشاد الأكاديمي، ونعتبر هذه كانت تجربة جيدة، أن الطالب يحس بأنه مرتبط بالجامعة قبل التحاقه بالدورة الإرشادية. فسمح للطلبة بالتسجيل بالمواد قبل بدء الإرشاد، ومن ثم خلال وأيضا كان هناك برنامج إرشادي ما قبل البرنامج الرئيسي لمدة أسبوعين. كل هذا تم من خلال طبعا عن بعد وليس بالحضور، وهذا كان تمهيد للطالب لكي يحضر إلى الجامعة ويكون عنده يعني مثل ما تقول معلومات، وعنده يحس بأنه ملتحق في الجامعة قبل صحيح. أن يبدأ في الجامعة صحيح. هذا من ناحية الطلبة. وأيضا قمنا في إنشاء مركز خدمات للطلبة في الجامعة، بحيث أن يقوم الطالب بكل الخدمات المطلوبة منه الطالب المستجد بدون التوجه إلى مباني مختلفة كي ينجز معاملاته، من حيث دفع الأقساط الدراسية، من حيث حجز غرفة سكن. كل هذه الأمور تتم في مكان واحد فقط، كما يسمى بالإنجليزي one stop shop، يعني أنت في مكان واحد فقط تقوم بكل هذه الإجراءات، وهذا كان أيضا إضافة نوعية لخدمة الطلبة في الجامعة. هي نافذة موحدة تضم كل الخدمات الخاصة بالطالب. نعم. فطبعا هذا يوفر على الطالب جهد، وايضا يوفر عليه نوع من الاحساس بانه ضائع ولا يدري ما يفعل، فبالتالي حاولنا قدر المستطاع ان نجمع كل هذه الامور في مركز خدمات موحد. بالاضافه الى ذلك، الان الجامعه طبعا بصدد دراسه اضافه بعض التخصصات الجديده في الجامعه. هناك توجه لاضافه برنامج دكتوراه او برنامجي دكتوراه قريبا، بالإضافة إلى 3 برامج في مستوى الماجستير. وأيضا هناك توجه لإضافة بعض التخصصات في على درجة البكالوريوس. السنة هذه إحنا تم استقطاب حوالي 1150 طالب وطالبة مستجدة في درجة البكالوريوس، وحوالي 125 طالب وطالبة في برامج الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه. ما شاء الله، يعني أعداد المنتسبين للجامعة في تزايد، والمقاعد محدودة، وهناك اشتراطات خاصة بعملية القبول. وقبل فترة أعلن كذلك عن المنح اللي تفضل بها سيدي صاحب السمو الحاكم الله يحفظه رئيس الجامعة. يعني اللقطات الحالية توضح جانب من سير العملية التعليمية في الجامعة الأمريكية في الشارقة، في فصولها، في مختبراتها، في ممراتها،
ومكتباتها وكافة مرافقها كذلك. يعني ذكرت لي الإحصائية الخاصة بإعداد المنتسبين قياسا بالأعوام الماضية، هل تؤكد المعلومة اللي ذكرتها أستاذ علي بأن النسبة في تزايد؟ نعم طبعا في تزايد. احنا طبعا كان هناك في نوع من يعني بالنسبة لنا كجامعة أن يكون عدد معين للالتحاق هذا العام في الجامعة، ولكن تخطينا هذا العدد والحمد لله. طبعا هناك إقبال جيد على الجامعة في مختلف التخصصات، فنستطيع القول بأن تخطينا هذا الرقم اللي كان المطلوب وتم إنجاز طبعا على مستويات البكالوريوس وأيضا على مستوى الدراسات العليا. صحيح. نعم. طيب يعني عندما نذكر بأن الجامعة الأمريكية في الشارقة تحرص على مواكبة الجديد وفق أسس التعليم العالي الأمريكي، نعم، فكيف لها أن تحقق ذلك؟ طبعا هناك عدة جوانب لهذا الموضوع. أول شيء بالنسبة لنا الاعتماد الأكاديمي بالدرجة الأولى، مؤسسات الاعتماد الأكاديمي إن كان من داخل الدولة من خلال وزارة التربية في الدولة، من خلال هيئة الاعتماد الأكاديمي في الدولة، وأيضا من خلال هيئات الاعتماد في الولايات المتحدة الأمريكية. مواكبة التطور في التعليم العالي طبعا هذا يندرج تحت مسؤوليات هيئات الاعتماد كي تتأكد بأن الجامعات هي مواكبة لعملية تطور عمليات التعليم العالي، فبالتالي الاعتماد الأكاديمي أساس في الدرجة الأولى. الشيء الثاني أيضا نحن ننظر إلى موضوع التعليم العالي ليس فقط من منظار مطابقة الولايات المتحدة، ولكن ننظر له من مطابقته لاحتياجات الدولة والمنطقة. فبالتالي لنا نظرة بأن نكون كجامعة، صحيح جامعة على نمط التعليم الأمريكي ولكن في محيط محلي. فهذا مهم جدا بالنسبة لنا أن نكون نحن متواجدون على المستوى المحلي والإقليمي بحيث أن نواكب التطور اللي موجود في هذه المنطقة، سد احتياجات سوق العمل. نعم، سد احتياجات سوق العمل، وأيضا النظرة المستقبلية للدول. يعني مثلا في دولة الإمارات هناك نظرة قوية جدا للتعليم بشكل عام، صحيح، ولكن في التكنولوجيا بشكل أساسي. فنلاحظ الآن في الجامعة مثلا هناك إقبال كبير جدا على التخصصات العلمية في مجال الحاسب الآلي وهندسة الكمبيوتر، وأيضا في مجال هندسة الفضاء أو الفيزياء. فبالتالي هذا الإقبال على هذه التخصصات يعكس ما تطلبه الدولة. صحيح. وما تنظر إليه. والآن أيضا نقوم نحن في الجامعة بالاهتمام بالطاقة المتجددة من خلال المشاريع اللي يتم التعاون بها مع هيئات مختلفة في الدولة وجهات رسمية، القيام بأبحاث يعني في هذا المجال. فالطاقة المتجددة أيضا من الأسس التي تهتم بها الدولة حاليا في دولة الإمارات، ونحن نواكب هذا الشيء أيضا. صحيح. اللقطات السابقة كانت توضح بأن الرجل الآلي أو الروبوت ما يعرف بالروبوت يستقبل الطلبة ويرشدهم ربما فيما يخص المرافق، أستاذ علي صحيح المعلومة هذه؟ هذا الروبوت يعني بكلية الهندسة يتم استخدام هذا نوع من التواصل مع الطالب الجديد أو الترويج يمكن الترويج للكلية. نعم صحيح. طيب يعني هذا الصرح الأكاديمي المميز أستاذ علي، هناك خطوات يتبناها في مجال تعزيز عملية يعني جودة العملية التعليمية، وبالإضافة إلى ذلك هناك كذلك مسألة أو موضوع البحث العلمي. نعم. دعنا نتوقف عند البحث العلمي وما يوليه مجلس أمناء الجامعة لهذا الجانب. البحث العلمي الآن بالنسبة للجامعة الأمريكية في الشارقة على طبعا مستوى مجلس الأمناء وأيضا صاحب السمو يعني رئيس الجامعة يعتبر هدف أساسي للجامعة في المرحلة المقبلة. نحن الآن نحتفل قريبا باليوبيل الفضي، 25 سنة على إنشاء الجامعة. نعم صحيح. كان الاهتمام الأساسي في أول فترة أو مرحلة من هذه المراحل في دراسة البكالوريوس، وتم يعني النظر للجامعة من قبل الجميع بأنها جامعة
يعني لها سمعة طيبة وجيدة وقوية في التعليم على مستوى البكالوريوس. ولكن الجامعة خلال سنوات يعني تقريبا 3 أو 4 سنوات سابقة تم اتخاذ القرار بأن يتم الاستثمار في مجال الدراسات العليا وفي الأبحاث ودرجات الماجستير وأيضا الدكتوراه. فنحن الآن في الجامعة هناك تقريبا يوجد بحدود 200 بحث تقوم به الجامعة مع جهات مختلفة في الدولة وخارج الدولة وفي مجالات مختلفة. يعني أعطيك مثال الآن، في مثلا تم حديثا وهذا موجود أيضا على الموقع الإلكتروني للجامعة، سميه اختراع جديد لجهاز يستخدم الألتراسونيك مع النانو تكنولوجي لتشخيص مرض السرطان وعلاجه. فهذا شيء بالنسبة لنا يعني جيد ممتاز جدا لأنه يخدم المجتمع بشكل عام. صحيح. فهذا بعض هذه بعض الأشياء اللي تقوم فيها الآن الجامعة، بحيث أن كما قلت سابقا ارتباطها بالمجتمع الموجودة فيه واحتياجاته. فالبحث العلمي ضروري جدا لنا في الجامعة، ولهذا السبب ذكرت سوف تقوم الجامعة قريبا إن شاء الله بطرح برامج على مستوى الدكتوراه، وكما تعلم برامج مستوى الدكتوراه حتى ماجستير معنية بالدرجة الأولى بالأبحاث العلمية. صحيح. ولكن لا ننسى أيضا بأن الجامعة تهتم أيضا بالبحث العلمي لطلبة البكالوريوس. هذا جزء من العملية التعليمية في الجامعة وجزء من رسالة الجامعة. بحيث طبعا ليس على مستوى ماجستير والدكتوراه أكيد. ولكن على مستوى أقل، ولكن يقوم هذا الطالب في برنامج البكالوريوس يعني العمل مع عضو هيئة التدريس الذي لديه أبحاث في مجالات مختلفة، ويتم يعني إعطاء الطالب الفرصة المساعدة في هذه الأبحاث حتى لو كان على مستوى أقل. صحيح. من الدراسات العليا. صحيح. يعني قبل قليل تطرقنا بشكل سريع إلى احتياجات سوق العمل. أعلم تماما بأن هناك دراسات تجريها الجامعة الأمريكية في الشارقة فيما يخص احتياجات سوق العمل على مستوى الدولة، دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص والمنطقة عموما. وهناك كذلك يعني كما نعلم في ظل التطورات التكنولوجية اللي يشهدها العالم، واللي أفرزت عن تخصصات جديدة وفرص عمل جديدة، ما هي أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسات الخاصة باحتياجات سوق العمل والتي تقوم بها الجامعة الأمريكية في الشارقة؟ كل كلية في الجامعة يوجد فيها يعني مجلس استشاري، وهذا المجلس يضم أعضاء من المجتمع في تخصصات مختلفة. نتحدث مثلا عن كلية الهندسة كمثال، فكلية الهندسة يوجد لديها مجلس استشاري من خارج الجامعة، من طبعا يعني أصحاب مؤسسات وأيضا يعني أشخاص متخصصين في مجالات علمية معينة في الدراسات الهندسية. المجموعة هذه تعطي الجامعة بالإضافة طبعا إلى أبحاث الجامعة نفسها، ولكن تعطي الجامعة فكرة أشمل. كما تعلم سوق العمل هو الذي يتطور بشكل متسارع. صحيح. وكل يوم تكنولوجيا جديدة وكل يوم شيء جديد. صحيح. فإذا الجامعة لا تواكب هذا التطور يصبح هناك مشكلة كبيرة، في فجوة كبيرة بين مهمة الجامعة في المجتمع. صحيح. فهذه الهيئة الاستشارية أو المجلس الاستشاري أساسي جدا في كل كلية. والآن هذه ليست فقط على مستوى الدولة، يعني المجلس الاستشاري هذا لا يعمل فقط على مستوى الدولة، ولكن أيضا هذا المجلس الاستشاري كثير من أعضائه مرتبطين بمؤسسات عالمية ودولية، فبالتالي لهم خبرة بكل المجالات اللي كان على مستوى التطور في أمريكا أو في أوروبا أو في أي دولة أخرى. فهم لهم ارتباط بهذه الشركات اللي هي المالتي ناشونال، الشركات العالمية، فبالتالي خبرتهم هذه تفيد الجامعة لتطوير المناهج، لإعادة النظر في أيضا العملية التعليمية نفسها، بحيث أن نجد ما الذي نستطيع أن نقوم به الآن والأمور تتغير بسرعة. أعطيك مثال واحد. نعم. الآن تم طرح برنامج ماجستير في كلية الإدارة
والأعمال ومدمج بحيث أنه الطالب يدرس تقريبا 49% من المواد الدراسية عن بعد و 50% 51% بالحضور. فهذا شيء جديد الآن بدأ يأخذ مجراه في الدولة في 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 يعني تعليم عن بعد. صحيح. بشكل عام الهجين يعتبر نعم او التعليم المزدوج او الهجين. فبالتالي الان كجامعه نحن نواكب هذا الشيء لانه كثير من الطلبه الذي يدرسون دراسات عليا موظفين، فقد يكون الطالب في ابو ظبي مثلا او بالفجيره وعنده رغبه في اكمال دراسته العليا. صحيح. فتعطى الفرصة حتى لو كان خارج الدولة أيضا. يعني في طلبة من السعودية مثلا ممكن يأتيك كل 3 أسابيع مرة إلى الجامعة. صحيح. وهكذا. هذا فيما يخص برامج الدراسات العليا فقط؟ لا، هذه البداية. البداية نعم. يعني اليوم كم تم مناقشة الموضوع بالنسبة لدراسات البكالوريوس، ولكن ليس على مستوى تخصص، إنما على مستوى بعض المواد التي ممكن تطرح عن بعد. يعني نفترض مادة الرياضيات مثلا، يوجد في مادة الرياضيات 50 أو 25 أو 30 شعبة، ممكن نطرح شعبتين عن بعد. عرفت كيف؟ إذا كان في حاجة لهذا الشيء. هذا لم يقرر ولكن هناك يعني بحث في هذا المجال. صحيح. وأيضا شيء آخر، يوجد برنامج دكتوراه مزدوج مع جامعة جنوب كارولاينا في الولايات المتحدة الأمريكية في برنامج التمويل. الطالب يدرس أول سنة دراسية في الجامعة الأمريكية هنا، والسنة الثانية يدرسها في أمريكا في جامعة كارولاينا الجنوبية، ومن ثم يعود إلى الجامعة الأمريكية، وأعضاء هيئة التدريس مشتركين ما بين الجامعة الأمريكية في الشارقة وأيضا جامعة جنوب كارولاينا، يتم تدريس المواد في الجامعة هنا، ويحصل الطالب على شهادتي دكتوراه ما شاء الله من الجامعة الأمريكية في الشارقة ومن جامعة جنوب كارولاينا. بدأتوا تخريج أول دفعة؟ لا، لحد جاري. الآن بس بدأ البرنامج، لكن لحد الآن طبعا لم نخرج. فهذه الأمور كما ترى هناك تغيير في النمط التعليم ونمط. صحيح. كيف تواكب الأمور في المجتمع وتحاول أن تكون سباق في أن تطرح بعض الأمور والبرامج التي نتمنى أن تنتج أشياء إيجابية للجميع بإذن الله إن شاء الله. فيما يخص كذلك أستاذ علي رؤية الجامعة، كيف يتم يعني ترجمة رؤية الجامعة فيما يخص كذلك الرؤية هذه، ترجمتها إلى أهداف قابلة للقياس للتطبيق على مستوى عالمي، ويعني تحديدا فيما يتعلق بالدرجات والتخصصات العلمية اللي تطرحها؟ هذا سؤال جيد أخ محمد. شوف، إحنا طبعا نفتخر دائما بأن طلبتنا الذين يحصلون على درجة البكالوريوس من الجامعة يلتحقون بأفضل الجامعات في العالم لدراسة الماجستير والدكتوراه. وممكن أنا أعطيك بعض الأمثلة، يعني عندك طلبة يدرسون في كولومبيا في أمريكا، في MIT في أمريكا، في أوكسفورد في بريطانيا، في حتى في أستراليا وهكذا. هذا بالنسبة لنا هو المقياس، أن الطالب الذي يتخرج من هذا أول مقياس، الطالب الذي يتخرج من الجامعة ويذهب للدراسات العليا. يعني حتى يوجد بعض الجامعات خفضت عدد المواد المطلوبة من الطالب دراسة الماجستير فيها بسبب أن الطالب أنجز هذه المواد في درجة البكالوريوس في الجامعة عندنا. فبالتالي هذا أيضا في يعطي زخم للجامعة ولسمعتها. والشيء الآخر، الجامعة في الدولة من ناحية التوظيف للخريجين الجامعة تقريبا 88% من طلبة الجامعة يتوظفون مباشرة. صحيح. في سوق العمل، وهم هذا الكلام طبعا يأتينا من جهات التوظيف، فهم يعتبرون الخيار الأول بالنسبة لهم للتوظيف، وهم حتى على مقاعد دراسة أحيانا تم. نعم. توقيع عقود معهم يعني. نعم. هذا ضمن طبعا كجامعة أيضا كل فصل دراسي يوجد يعني للتوظيف، برنامج للتوظيف في الجامعة، ندعو الشركات للجامعة كل فصل دراسي على مدى 2 أو 3 أيام، وذلك لعمل مقابلات رسمية مع الطلبة قبل التخرج.
وهنا يتم توظيف عدد كبير من هؤلاء الطلبة. صحيح. من خلال هذا البرنامج. صحيح. طيب ننتقل إلى جانب المنح المالية، المساعدات الدراسية التي تقدمها الجامعة لطلبتها وفق آلية محددة مسبقا. نعم. ما هي هذه الآلية أستاذ علي؟ شوف، الجامعة تخصص السنة هذه مثلا، الجامعة ومجلس الأمناء خصص تقريبا 100 مليون درهم للمساعدات المالية والمنح الدراسية. الهدف الأساسي من هذا البرنامج بسيط جدا، أن لا يكون هناك عائق مادي قدر المستطاع لأي طالب متميز للالتحاق في الجامعة. فالجامعة تستقطب طالب متميز، طالب لديه إمكانيات جيدة، وإذا كان هناك عائق مالي تقوم الجامعة قدر المستطاع بمساعدة هذا الطالب بحيث أن يجتاز هذا العائق المالي. هناك عدة برامج في الجامعة. أولا يوجد لدينا برنامج اللي هي المنحة الأكاديمية، تعتمد على معدلات الطالب في المرحلة الثانوية، ويحصل على الطالب على منحة تتراوح ما بين 10 إلى 30% من القسط الدراسي مباشرة مع رسالة القبول، ولا يطلب منه أي شيء غير أن يكون في وضع أكاديمي جيد في الجامعة. وهؤلاء الطلبة دائما هم الطلبة اللي يحصلون على نسبة 90% فما فوق. صحيح. أما الطالب الذي يوجد لدى العائلة بشكل عام دخل محدود، فيستطيع أن يتقدم للحصول على المساعدة المالية، وهذه قد تصل إلى 55% من القسط الدراسي. والطالب ممكن يدمج الاثنين مع بعض ويحصل على 55% كخصم على القسط الدراسي. هذا بالإضافة إلى منح أخرى خلال دراسة الطالب في الجامعة، منحة مدير الجامعة ومنحة عميد الكلية وهكذا حسب تفوق الطالب في دراسته. صحيح. فنحن تقريبا 66% من طلبتنا في الجامعة يحصلون على منحة أو خصم، أو يعني على الدراسة، أو الاثنين مع بعض. صحيح. فبالتالي حاول قدر المستطاع أن الجميع يتم عطائه الفرصة للالتحاق بالجامعة. جميل. طيب يعني سأتطرق إلى بعض الجزئيات ولو بشكل سريع فيما يخص البرامج اللي تقدمها الجامعة لعمليات التطوير الوظيفي للجهات، سواء على مستوى الحكومة أو القطاع شبه الحكومي أو حتى القطاع الخاص والمصرفي، ومدى تأثير ذلك وانعكاسه الإيجابي على سوق العمل. حدثنا عن هذا الجانب أستاذ علي. هذا جانب جيد، وعندنا في الجامعة قوي هذا الجانب من خدمة المجتمع، وكل كلية يوجد لديها قسم خاص بالتواصل مع جهات العمل، وذلك لكي عقد دورات تدريبية وإعطاء شهادات، إن كانت على مستوى شهادة على مستوى أسبوعين أو على مستوى 6 شهور، يعتمد على البرنامج. فنحن في الجامعة الآن مثلا في إمارة الشارقة يوجد تعاون وثيق ما بيننا وما بين إمارة الشارقة دائرة الموارد البشرية. وتقريبا يعني معظم موظفين إمارة الشارقة الذين يحتاجون التدريب في اللغة الإنجليزية على مر 5 سنوات الآن نحن نقوم بهذا المشروع مع الموارد البشرية. وأيضا هناك دورات حتى عند مجلس الوزراء، موظفين مجلس الوزراء نقوم بدورات تدريبية لهم على مستويات مختلفة. وبكلية الهندسة أيضا هناك برامج تدريبية. فنحن هذا البرنامج متوفر، وإحنا دائما نحاول نتواصل مع المؤسسات الخارج، كانت مؤسسات محلية أو يعني اتحادية، بالإضافة إلى الشركات، وكي نقوم بعمل برنامج مخصص لهم، يعني ليس برنامج عام، حسب متطلبات الجهة التي تبتعث. يتم تفصيل هذه البرامج. نعم. وقياسها طبقا لاحتياجات ومتطلبات كل جهة وتخصصاتها. لا شك وأهدافها. نعم. جميل. يعني اسمح لي قبل الختام، التصنيف العالمي مهم جدا، تحرص عليه كل جامعات المنطقة والدولة والعالم، لأن هناك تصنيف عالمي، وهذا التصنيف يشير إلى مدى
إحراز تقدم في سير العمل أو المنظومة التعليمية في كل هذه الجامعات. إلى أين وصلت الجامعة الأمريكية اليوم؟ هناك عدة تقييمات ممكن أذكرهم بشكل سريع. نعم. أول شيء الجامعة ضمن أفضل 10 جامعات في الوطن العربي لمدة 7 سنوات على التوالي. ما شاء الله. والجامعة ضمن أفضل أول 5 جامعات على مستوى العالم من حيث التنوع الديموغرافي في الجامعة، وأيضا الجامعة ضمن أفضل 400 جامعة في العالم حاليا مستواها. طبعا حنحاول نسعى أن نكون ضمن أفضل 200 جامعة خلال كم سنة قادمة إن شاء الله. وأيضا هناك ترتيب على مستوى التخصصات، يعني تخصص كلية العمارة والهندسة المدنية رقم 1 في الدولة، تخصص الهندسة الكيميائية والإلكترونية والكهربائية رقم 2 في الدولة. طبعا هذا راح يتغير إن شاء الله قريبا إن شاء الله. فهذه بعض النماذج وكلية التخصص إدارة الأعمال، ماجستير إدارة الأعمال ضمن أفضل 10 برامج على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فبالتالي حسب تخصص، لا يعني يمكن أخذ وقت أني أذكر لك كل التخصصات. صحيح. ولكن أنا حتى أستذكر تعدد الجنسيات في الجامعة الأمريكية هي كذلك. نعم. من ضمن التصنيفات اللي تعتبر متقدمة على المستوى. نعم. العالمي. إحنا سنتين، يعني السنة أعتقد 2019 و 2020 كنا رقم 1 على مستوى العالم. صحيح. في التنوع الديموغرافي للطلبة. صحيح. فالآن احنا ضمن أفضل أول 5 جامعات. صحيح. في العالم. نعم. كل التوفيق لكم إن شاء الله في الجامعة الأمريكية في الشارقة في الارتقاء بسير العمل والمنظومة التعليمية والوصول إلى أعلى التصنيفات العالمية في ظل القيادة الرشيدة لحضرة سيدي صاحب السمو الحاكم الله يحفظه ويرعاه رئيس الجامعة ومؤسس الجامعة. أنا سعد بوجودك معي أستاذ علي، أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله وعام دراسي سعيد بإذن الله إن شاء الله. شكرا أستاذ محمد. الله يحفظك. شكرا جزيلا.